فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المحترم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الملوك والرؤساء وأمراء والرؤساء الحكومات المحترمون، معالي الأخ أحمد أبو غيث أمين العام جامع الدول العربية المحترم، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن أبدأ كلمتي بأحر التهاني للجزائر العزيزة وللأشقاء الجزائريين شعباً ورئيساً وحكومة، وهم يحتفلون بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. كل عام والجزائر بخير وسلام والتقدم. وفي مستهل كلمتي أحيي الأخوة الجزائريين أيضاً لجهدهم الكريم في احتضان هذه القمة. أحيي الأخ الرئيس عبد المجيد تبون وتقدموا لفخامته بالتهنئة لترأسه القمة في دورته الحالية 30. نحن على ثقة أكيدة بقدرة شخصكم الكريم على تسيير أعمال هذه القمة بحكمة واقتدار، خدمة للعمل المشترك. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفخامة الأخ الرئيس قيس سعيد وللجمهورية التونسية الشقيقة على حسن إدارة أعمال القمة السابقة. والشكر موصول هنا للأخ الأمين العام لجامعة الدول، أمين عام الجامعة الدكتور أحمد أبو الغيث، ومن خلال معاليه لكافة السادة العاملين بالأمانة العامة في جامعة الدول العربية على جهودهم ودورهم النبيل في تقريب ما أمكن تقريبه من وجهات النظر، وبما ساعد على تحقق هذه القمة ويساعدها في تحقيق المأمول منها. إن التغييرات الحاصلة في بعض بلداننا وفي علاقات بيننا في المحيط الإقليمي والعالمي بشكل عام تؤكد أهمية هذه القمة لتخرج بقرارات وتفاهمات تساعد على تقدير خطورة اللحظة التاريخية الحرجة في العلاقات الدولية، وتؤمن أقصى قدر ممكن من التفاهم البناء ما بين دولنا وما بينها وبين الدول المنظومة الإقليمية والمجتمع الدولي، بما يعز الأمن والاستقرار ويحفظ المصالح العليا لشعوبنا. نأمل ونسعى من أجل أن تكون هذه القمة منطلقاً جاداً ومنتجاً في تنقية الأجواء للعمل المشترك. إن مراعاة وتقدير ووحدة ومصالح الشعوب في السلام والتنمية والبناء هو منطلق صحيح في احترام سيادة أي بلد، وهو منطلق لا بد منه لتكون مساعدة إيجابية وفاعلة. حين ننجح في تحقيق هذه المبادئ سيكون عملنا المشترك في إطار الجامعة منتجاً لتفكيك الأزمات وبلوغ الحلول العادلة والسريعة. ونتوقع أيضاً أصبحنا قريبين أكثر من أي وقت آخر من إدراك هذه المبادئ، تقديراً للتضحيات وللدماء التي سفكت في أكثر من بلد من بلداننا، وتقديراً أيضاً للحظاتنا الحرجة في العالم تهدد الأزمات، وهي لحظة تنذر بالخطر في أكثر من موضوع إقليمي ودولي. ما زالت أيها الأخوة محنة الشعب الفلسطيني في المقدمة من مشكلاتنا. ما زال موقفنا في العراق يتمسك بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وبهذا الصدد فإن العراق يدين الإجراءات الرامية إلى مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، ويدعو إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 في مواجهة جميع المحاولات الرامية لنقل البعثات الدبلوماسية إلى زهرة المدائن. بهذا نحيي الأخوة الفلسطينيين لما بذلوه من أجل تجاوز حالة الانقسام الداخلي، ونؤكد تقديرنا لجميع الجهود والمبادرات التي بذلها الأشقاء في الجمهورية الجزائرية.
في هذا الشأن للمساعدة في تقريب وجهات النظر وبما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية. ونجدد أيضاً دعم العراق الكامل ووقوفي إلى جانب أشقائنا في لبنان من أجل نبذ الخلافات وتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بهذا البلد الشقيق. ونأمل أن تكون جهودنا جميعاً لصالح اللبنانيين بكل أطيافهم ومكوناتهم ومن خلال مؤسساتهم الدستورية لتجاوز الأزمات. وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، فإننا ندعم استكمال المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة بما يعزز الأمن والسلام والديمقراطية ويرسخ الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية التي عاناها الأشقاء السوريين. كما ويدعم العراق جميع الجهود الداعية إلى تحقيق المصالح الوطنية الشاملة في ليبيا الشقيقة عبر حوار بين الأطراف السياسية والتواصل الرامي لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تجمع الليبيين لوقف العنف وتصعيد وتحقيق السلام والديمقراطية. وفي اليمن الشقيق ندعو أيضاً جميع الأطراف النزاع إلى إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه. يدعم العراق مبدأ الحوار وحسن التفاهم بين الأطراف اليمنية بما يدعم الأمن والاستقرار ويصون سيادة اليمن ويعز الديمقراطية. وكذلك يؤكد العراق دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي في جمهورية السودان الشقيق عبر إشاعة لغة الحوار لتجاوز الأزمات وصيانة التجربة الديمقراطية. وقيام الأطراف كافة بالتحرك الوطني الفعال ونبذ الخلافات وصولاً لترجيح كافة المصلحة العامة لخدمة تطلعات الشعب السوداني الكريم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، بعد سنوات مرت بالعراق وهي سنوات ليس بالقليلة من الحرب ضد الإرهاب والعنف، فإن أشقاؤكم العراقيين يستطيعون التأكيد على أن وحدتهم كانت عاملاً حاسماً في دحر الإرهاب وتحرير مدنهم وقراهم. وما زالت فلول للإرهاب تختفي هنا وهناك، لكن إرادة قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومعها عزيمة شعبنا قادرتان على مواصلة ضرب الإرهابيين حتى تطهير كل شبر. إرادة الشعب العراقي في ترسيخ بناء دولة الديمقراطية باتت أشد عزيمة، ولعل تصريف الاختلافات السياسية خلال الأشهر الأخيرة على وقف المبادئ الديمقراطية كان هو المعيار الأوضح لرسوخ هذه التجربة. أمام الحكومة العراقية كثير من المسؤوليات التي ستعمل عليها وبما يستجيب لإرادة شعبنا من أجل الإصلاح والبناء وتعزيز فاعلية العراق في محيط الإقليمي والدولي. هذه المهمات تتطلب من حكومة الكثير من القوة والحزم والحكمة، كما تتطلب من جميع القوى الوطنية مساندتها. ونتوقع أن تحظى جهود الحكومة بتفاعل إيجابي من دول الشقيقة والصديقة. أمامنا أيضاً مسؤولية تطوير التفاهم مع الأخوة في البلدين الجارين الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص مشكلتنا من أزمة مياه النهرين بعد انخفاض مناسيب المياه الوارد لهما، وهذا ما أدى إلى تقصيص كمية المياه في الأهوار العراقية. نأمل أن نعمل على تطوير إدارة الموارد المائية من ناحية الداخلية الفنية، وأن يكون الحوار جاد منتجاً لحلول تحفظ الحياة والبيئة والمناخ وتصون أرزاق المواطنين واقتصاد البلد. أشير أيها الأخوة الكرام باعتزاز إلى أن العراق وبعد دحر الإرهاب يحرص اليوم على أن يكون مصدر الاستقرار في محيط الإقليمي والدولي. وقد تكللت هذه الجهود بالمبادرات التي استضافت بغداد بموجبها عديد من الاجتماعات بين بعض الدول المنطقة، بما ساعد في تهيئة الأجواء الملائمة للحوار ولنزع فتيل الأزمات. هذه الجهود نأمل لها أن تساعد في تحقيق مصالح الشعوب المنطقة وأمنها وسلامها، وترسخ أسس التعاون والعمل المشترك البناء.
نأمل أن نواصل الجهد ذاته لتطوير المستويات التفاهم بين الأخوة المختلفين وصولاً إلى ترسيخ الثقة وتطلع بإيجابية إلى مستقبل العلاقات. يهمنا فعلاً أمن واستقرار وبناء منطقتنا وبلداننا على أسس التعاون والعمل المشترك، ولكن لا بناء ولا تعاون من دون الحوار والتقاء المصالح والنظر منا جميعاً بعين المسؤولية إلى المستقبل. العالم في أزمة، ومن الواجب أن ندرك مسؤوليتنا إزاء بلداننا ومنطقتنا في هذا الظرف الحساس. لقد وهبنا الله كثير من الخيرات البشرية والمادية والطبيعية، لعل ما يجمع شعوبنا وبلداننا للتعاون والشراكة هو أكثر بكثير ما يفرقنا. حسن التفاهم هو الحل، الحروب لا تقدم حل، أسوأ الحلول هي التي تنتجها الحروب. تعزيز الثقة وليس سوء الظن هو ما يساعدنا في خلق بيئة صالحة للتعايش والانسجام. ولن نتطلع لمستقبل تستحق منا منطقتنا. أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه عزة ورفعة بلادنا، أن نجتمع دائما على وحدة الموقف والكلمة لمواجهة جميع التحديات وبناء المستقبل المشهود الذي تستحقه شعوبنا الكريمة. ليحفظ الله سلام بلداننا وشعوبنا وسلام العالم ككل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.